بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في برنامجكم وصايا. واليوم الوصايا في خلق الرحمة. الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الإنسان عندما يمتلئ قلبه بالرحمة، هذا هو القلب السليم، هذا الذي قال عنه الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال، ما ينفع فيه بنون، ما ينفع فيه كل شيء إلا بالقلب السليم. فالقلب الذي فيه رحمة هو القلب الذي ينظر الله إليه، هو القلب المحب، هو القلب المخموم، كما قال عليه الصلاة والسلام: القلب لما يكون رحيما الكل يحبه، الكل يقترب منه. الإنسان لما يكون عنده قلب رحيم فيه رحمة فيعيش سعيدا هانئا في حياته، لأنه لا مكان للحقد والغل والكراهية والحسد في قلبه، لأن قلبه كلها رحمة. الناس تنفر من الذي ما عنده رحمة أو معدوم الرحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله. رحمة لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناس ما تحب الفظ القاسي صاحب القلب الجاف الناشف، إنما رحمة. فخلق الله رحمة 100 جزء، خلق الله رحمة، هذا حديث صحيح، 100 جزء. فأنزل في الأرض رحمة واحدة يعني يتراحم فيها الخلائق، كل الخلائق من البشر من المخلوقات الأخرى كلهم يتراحمون ويتزاحمون في رحمة واحدة وتسعهم. وادخر لأمته باقي الرحمات، 100 رحمة، 99 رحمة مدخرة لي ولك ولكم إن شاء الله، نسأل الله أن يشملنا برحمته كل هذه الرحمات. يعني تخيل الأرض الآن بما فيها من رحمات، رحمة الإنسان بأولاد، رحمة الأم بأبنائها، رحمة الخلائق وعزكم الله البهائم يعني صغائها، كله رحمة واحدة، وما زالت الرحمة موجودة إلى قيام الساعة، تسع البشرية كلها وتسع المخلوقات كلها. لكن ادخر الله لكم أيها الرحماء، ادخر لكم 99 رحمة يوم القيامة حتى يسعد الناس. ولكن هذه الرحمات لمن؟ اللي يرحم الناس، اللي يرحم نفسه، واللي يرحم أهله، واللي يرحم أولاده. شوفوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار، كان عليه الصلاة والسلام يعني يرحم الأطفال ويبكي وتدمع عين على ابن إبراهيم لما توفي، رحمة في قلبه. ورحمته عليه الصلاة والسلام بالشباب أو بالصغار بالأطفال، فكان دخل عليه يوم من الأيام الأقرع بن حابس، حديث صحيح، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما وارضاهما، سيدا شباب أهل الجنة، فكان يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. فدخل عليه الأقرع بن حابس وقال: أقرع بن حابس هو يعني صديق للنبي عليه الصلاة والسلام، صاحبه وصديقه، يعني صاحبه حيل، وكان من كبار الصحابة الأقرع بن حابس. فقال: يا رسول الله، إنكم لتقبلون صبيانكم؟ قبلوني هالأطفال؟ قال: والله عندي 10 من الأبناء ما قبلت أحدهم، ما قبلت أحد، 10 من الأبناء، تخيل ولا واحد قبله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رحمة يا جماعة، حتى بالبهائم، دخلت امرأة النار في هرة، قطة حبستها مثل ما يفعل بعض الناس، يفتح مكان أو شيء عشان يصيد القطة وبعدين يتركها تموت في مكانها. ونشاهد في مواقع التواصل أو في بعض المقاطع أو في اليوتيوب اللي يعذب البهائم واللي يعذب القطط واللي يعذب الطيور واللي يعذب، يعذبون. أين هي رحمة؟ إذا كان امرأة دخلت النار في هرة في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الرحمة أين هي؟ الرحمة بالضعفاء
وعندكم خدم، عندكم ضعفاء، عندكم فراشون، عندكم عاملون، عندكم حراس، عندكم طب، يعني هؤلاء يحتاجون إلى رحمة. تغربوا من عن بلادهم وعن أولادهم وعن أوطانهم، يحتاجون إلى رحمة. ترحم يعني لا تكلفهم في وقت لا يستطيعونه، أو بعض الناس يكلف الخادمة، هي امرأة لها قدرة معينة محددة، امرأة يكلفها أكثر مما تطيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تكلفوهم ها فيما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فعينوهم. يعني إذا كلفت أن يحمل هذه الخادمة تحمل شيئا ثقيلا، أعنها، أحمل معها. رحمة، هذه رحمة لك أنت، تكتب تنحط في ميزان حسناتك رحمة. النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنصاريا صحابيا يقال له أبو مسعود البدري الأنصاري، كان يضرب غلاما له، غلام يعني يملكه، مملوك، عبد عنده، مملوك كل العبيد لله، فيضربه ضربا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خلفه يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فهو من شدة الغضب والضرب ما سمع صوت من يقول: اعلم أبا مسعود، وهذا نازل فيه ضرب. فلما التفت وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله لم أعرفك. يعني قال: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على من هذا الغلام. فقال: هو حول وجه الله. شوف على طول هو حول وجه الله. قال: أبا أنك لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. رحمة، لما تتكلف إنسان ما لا يطيق، لما تهينه، لما تستعبده، لما يعني تكلفه يمكن يكسر ظهره، هذا الإنسان أين هي رحمة؟ أين هي رحمة في ناس يعيشون في خيام، في صحراء، في ثلوج، في جبال، في مستنقعات؟ أين هي رحمة؟ فالإنسان عندما يرحم الناس الله سبحانه وتعالى يرحمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام لما جابوا له سبي بعد الحرب، وجد امرأة ها تأخذ صبيا وترضعه، فقال لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني ممكن هذه تقط ولدها بالنار؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم عليكم من هذه لولدها. من يرحمك؟ الله أكثر من أمك، أكثر من أبوك، أكثر من الناس كلهم. من يمن عليك بالرحمة؟ أنت لما تنام من يحرسك وأنت في بطن أمك؟ من يطعمك ومن يتكفل بك؟ هذا النسب اللي أنت فيه من يعطيك إياه؟ هذه الرحمة. الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك من النعم الكثيرة ويرحمك، أنت ارحم غيرك بعد. فإذا لما احنا نسلك هذا المسلك وهذا الخلق العظيم وهي الرحمة بالمخلوقات حتى لو كانت ضعيفة بسيطة. تخيل أن كان عليه الصلاة والسلام مع جيش، وإذا بقبرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، أخذوا فرخيها من يعني بعض رجال الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام: وقف الجيش، من فجع هذه بولديها؟ فقالوا: يا رسول الله هذا هو. قال: أطلقوه. إذن الرحمة ها إذا وصلت إلى القلب انتهى كل قسوة، انتهى الشيطان كبره. فإذا ارحموا، تراحموا فيما بينكم، فالله سبحانه وتعالى يجعل قلبك رحيما. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.